بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمهيدات نذكرها قبل تتميم الرواية، واحتجاجات رسول الله صلى الله عليه وآله مع المشركين الذين اقترحوا عليه مجموعة من الاقتراحات لإثبات نبوته وصدقه. التمهيد الأول هو أن الإنصاف معناه العمل بالعدل، يجب أن يكون الإنسان منصفاً، غير معاند للحق. المعاند يعني المائل عن الطريق والجادة، وتوصف الناقة بعاندة يعني مالت عن باقي الجمل أو النياق. فالمعاند هذه صفة العناد من الرذائل الأخلاقية، يجب أن يكون الإنسان موطنا نفسه على الإنصاف والعدل، راضخا للحق. الخضوع للحق يعني أن يكون ذليلا مقابل الحق، أن يتبع الحق سواء كان عليه أو له. هذه الحالة في الإنسان تحتاج إلى تنمية، لأن الإنسان بحب الذات اللي يملك هذا الحب موجود في نفسه، محورية ذاته، فيريد ما له ولا يرضى بما عليه. فلو قوى في نفسه ملكة الخضوع للعدل والإنصاف لرأيته لا يهتم إن كان الحق له أو عليه، بخلاف من لم يوطن نفسه على ذلك. ففي كل صغيرة وكبيرة يخرج بحالة عناد، الحق ما يرضخ له إلا إن كان له. فمن المهم هنا هذا المخزومي يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت موطن نفسك على العناد، لا تريد الإنصاف والإنصات للعقل. فإذن من وطن نفسه على العناد لا ينفعه إلا السيف، يعني لو حاربنا حاربناه، فلا يتأثر بالكلام. هذه الرذيلة طبعا الرذائل الأخلاقية بعضها تسحب وتجذب البعض الآخر، كما أن الفضائل الخلقية بعضها تأخذ بالبعض الآخر. فإذن إذا واحد كان معاندا بعد ذلك يقع في المحرمات قطعا، لأن المعاند عن الحق سيقع في المحرمات وهكذا. لذلك في بعض الروايات أن الخبائث كلها جعلت في بيت، والبيت مقفول، ومفتاح القفل هو الكذب. نشوف شيء يجر شيء آخر، كما أن العقل يأخذ بأمور أخرى. هسه في روايات لا نريد أن نتطرقها تفصيلا. هذا التمهيد الأول. التمهيد الثاني: لله عز وجل صفات. صفات الله بعضها صفات ذات وبعضها صفات فعل. الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل يذكره الكليني رضوان الله عليه في الكافي، والشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد، وفي الروايات هذا الذي يظهر من الفرق بينهما. هكذا: ما لا يمكن سلبه عن الذات هذا صفته ذات، مثل الحياة لله عز وجل. ما نقدر نقول الله كان حي أو لم يكن حي ثم أصبح حيا، صفة القدرة لا يمكن نفي القدرة عنه وإثباته في زمان وإثبات القدرة له في وقت آخر، فهذا ملاك صفة الذات. الحياة، القدرة، العلم،
لم يكن عالما ثم علم، هذا ما له معنى. أما صفات الفعل فهي لم تكن ثم كانت. الخلق مثلا، الخلق لم يكن الله خالقا، كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق. لم يرزق ثم رزق، يعني الخلق، الرزق، الغفران، هذا شملته الرحمة الإلهية أو لم تشمله الرحمة الإلهية الرحيمية. طبعا الرحمانية هو سعة كل شيء، فهذا هو الملاك المذكور في الروايات. طبعا في بعض الأقوال يمكن أيضا يعود هذا القول إلى ما ذكره الكليني رضوان الله عليه والمفيد رضوان الله عليه، أنه ما لا يحتاج إلى متعلق فهو صفة ذات، وما يحتاج إلى متعلق فهو صفة فعل. يعني خلق الله زيدا، غفر ذنب فلان، هذا يحتاج متعلق مفعول. أما ما قوامه بالله عز وجل، علم الله، بس شو ما يحتاج إلى متعلق. أو حياة الله عز وجل على نحو كان التامة أو على نحو كان الناقصة. ولكن بما أن الرواية تشير إلى الأول وأساطين العلماء ذهب إلى ذلك، فالأول هو المرضي، إن عاد الثاني إلى الأول فبها. هناك صفة الرحمانية وصفة الرحيمية في هذه الرواية يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: الرحمن اسم خاص لصفة عامة، والرحيم اسم عام لصفة خاصة. يعني الرحمن اسم مختص بالذات عز وجل، لا يجوز أن يسمي شخص اسمه الرحمن، عبد الرحمن. والرحمن صفة لله، ما نقدر نقول زيد رحمن، أما نقول زيد رحيم القلب لا بأس بذلك. فالرحيم صفة عامة ولكن اسم عام، ولكن صفة خاصة، يعني خاصة بالمؤمنين. الفرق بين رحمن ورحيم أن رحمن على وزن فعلان، صيغة مبالغة، مثل عطشان يعني كثير العطش. رحمن يعني الله كثير الرحمة. الرحمة مالته مو مختصة بطائفة دون أخرى، يعطي للمؤمن والكافر، يعطي للإنسان والحيوان والنبات وكل خلقه. الله عز وجل يعطي لكل خلقه، يتفضل عليهم بالرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الرحمة الرحمانية. أما الرحمة الرحيمية فهي رحمة خاصة بالمؤمنين. لاحظوا في الآيات المباركة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. لماذا؟ لأن رحيم صفة مشبهة، صفة مشبهة، البعض يقولون مشبهة، يعني تشبه الفعل. هسه شو المقصود بالصفة المشبهة؟ يعني صفة تدل على الثبوت والدوام والاستمرار. عندما نقول فلان حسن الوجه، يعني هذا الحسن كان دقائق؟ لا، هذا مستمر. الكريم صفة مشبهة، يعني هذا الكرم مستمر فيه، مو أنه في فترة الأربعين هو يظهر كرمه، بعدين طول السنة تشوفه لا بخيل همزياً، بس هذا مو كريم على نحو الصفة المشبهة. هذا الحمد لله وفق لفترة، أما اللي دائم الكرم فهذا الصفة. الله عز وجل للمؤمن كرمه دائم، رحمته دائمة، مو مختص بوقت دون آخر، مو مختص بالدنيا دون الآخرة. هذه الرحمة الرحيمية هي مستمرة لله، يعني من الله عز وجل للمؤمنين. أما الرحمة الرحمانية فتشمل الكافر في الدنيا ولا تشمله في الآخرة. فإذا الرحمن صيغة مبالغة، ورحيم صفة مشبهة. هذا بالنسبة إلى التمهيد الثاني. أما التمهيد الثالث، بحث في التزيل. الله عز وجل يقول في الآية المباركة: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. التزيل في اللغة التفرق،
والتباين أصله زال، أقول ما زال كذا، ما زال زيد موجودا يعني موجود لم يتفرق عنا. طبعا زال إنما تستعمل هذه الكلمة مع النفي، ما زال لا زال. فإذا التزيل يعني الافتراق. الله عز وجل من أسباب غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومن أسباب عدم عذاب الله للكافرين هو ظاهرة التزيل. يعني هناك ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، الله لو عذب هذا الكافر ما الذي يحصل لتلك الودائع الذرية الطيبة اللي هي موجودة في أصلاب هذا الكافر؟ هناك مؤمنون في أصلابهم ذرية من الكفار، فإذا اختلط. هذه النقطة. النقطة الثانية، بعض الكفار قد يصبح مؤمنا في فترة لاحقة، فأيضا ما دام هو الآن كافر ولكنه قد يؤمن وقد يسلم برسول الله صلى الله عليه وآله، فالله عز وجل لا يعذب هؤلاء. لماذا؟ لوجود الخبط وعدم التفرق، الذرية الطيبة مع الذرية الخبيثة، ودائع في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وهو هذا الكافر قد يصبح مؤمنا لاحقا، فالله يعطيه الفرصة ويعطيه المهلة الزمنية، حتى لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى طاعة أحد ولا يضره معصية أحد، وإنما الله عز وجل يعطي لكل شخص فرصة ومهلة ويأخذه عندما يثبت أنه هذا لو دام لبقى على ما هو عليه. اليهود له 1000 سنة يعمرون وأكثر يبقون على العناد ولا يرضون ولا يرضخون للحق. الله عز وجل يعطي المهلة ويتم الحجة، وبعد طبعا إذا واحد في متاهات أمازون مثلا الله يمتحنه في الآخرة وأنه يأخذ الجحيم بما أنه مات كافرا، لا هذا جاهل قاصر، الله يمتحنه مرة أخرى، فإما للجنة أو الجحيم. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام الشيخ الصدوق ينقل الرواية، الراوي يسأل يقول: قلت له ما بال أمير المؤمنين لم يقاتل فلانا وفلانا؟ ليش ما قتلهم يخلص الأمة الإسلامية من أشرارهم؟ قال لآية في كتاب الله عز وجل، شنو الآية؟ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قلت وما يعني بتزايلهم؟ شنو التزيل؟ التزايل شنو معناه؟ قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين. وكذلك الإمام المنتظر، يعني بالكلمة التي يقام لأجلها، وكذلك الإمام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل فقتلهم. يسأل الآن له الإمام يظهر شخص كافر ولكن في صلبة ذرية مؤمنة، الإمام يقتله يصفيه وما يصفي، وهو يبقى معاند ولا يؤمن بالإمام والإمام يبقي، فهذا ما صار الدنيا التي يريد الإمام أن يتم فيها العادل مثلا. فهذه ظاهرة التزيل إحدى الظواهر التي هي من العلل لاستمرار غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. في رواية أخرى، ألم يكن علي عليه السلام قويا في دين الله؟ قال بلى الإمام الصادق. قال فكيف ظهر عليه القوم؟ ما قدر يقاتلهم. الإمام يقول لهذه الآية المباركة أنه هناك في أصلابهم مؤمنون، فالإمام لم يقاتلهم لتلك الأصلاب. أيضا الإمام الصادق يقول سلام الله عليه: لو أخرج الله ما في أصلاب المؤمنين من الكافرين وما في أصلاب الكافرين من المؤمنين لعذب الذين كفروا، يعني العذاب هنا حتمي. إذن هؤلاء طلبوا، يعني أبو جهل هذا المخزومي من أتى من مشرك قريش إلى رسول الله، طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينزل عليهم العذاب،
ولكن الرسول صلى الله عليه وآله يقول هناك في ذريتكم في أصلابكم ذرية، هؤلاء الذرية مؤمنة، هناك بعضكم قد يؤمن بي، فلذلك الإيمان لا ينزل العذاب. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يريهم جزءا، حتى بعد هنا الحجة بالاستدلالات الحجة تمت، مع ذلك يقول لأبي جهل ومن معه انظروا إلى السماء، فينظرون وإذا بالسماء أبوابها تتفتح والنيران تنزل بسمتهم، يعني باتجاههم، يعني فوق رؤوسهم، السمت يعني فوق الرأس، فترتعد فرائصهم من الخوف، فتخرج من أصلابهم أنوار. شنو هذه الأنوار؟ الإيمان اللاحق لهذا الرجل أو الذرية المؤمنة منه، فتأتي وترفع النار وترجعه إلى السماء، هكذا ينكشف عن بصره. رسول الله يقول الله لا ينزل عليكم العذاب إلى أن يخرج من في صلبكم، وإلى أن يعني لا يكون بعد لكم قطعا درجة من الإيمان، ما في احتمال أنه أن يؤمن بعضكم، ذاك الوقت ينزل عليكم العذاب. زين، لاحظوا الرواية. وأما قولك يا عبد الله أو ترقى في السماء، قال تصعد للسماء، ثم قلت ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. لو صعدت هم ينفع، لازم تنزل وياك كتاب من الله عز وجل بأنك رسوله. يا عبد الله، الرسول يجيب جواب لطيف، يقول هل الصعود إلى السماء أصعب من النزول من السماء؟ الوجدان يشوف الأرض إلها جاذبية، واحد لما يريد يصعد يتأذى، غير أنه ما يقدر يطير، بس واحد من فوق يلقى من شاهق يقع تسحبه الأرض والجاذبية. فيقول أنت إذا أنا صعدت ما ترضى لصعودي وأنت معاند، فكيف إذا أنا نزلت وياي كتاب ترضى؟ وقطعا ما ترضى. تقول ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يا عبد الله، الصعود إلى السماء أصعب من النزول عنها، وهذا واضح، قضية وجدانية الرسول اللي يخاطبهم، قضية واضحة. وإذا اعترفت على نفسك أنك لا تؤمن إذا صعدت فكذلك حكم النزول. وطبعا لما أنزل وياه الكتاب تقول شنو هذا، ما ترضى. ثم قلت حتى تنزل علينا كتابا نقرأه من بعد ذلك، يعني من بعد نزولك نقرأ الكتاب. ثم لا أدري، هذا باقي كلام المخزون اللي مو موجود في الآيات المباركات، ثم لا أدري أؤمن بك أو لا أؤمن بك. وراء ما نزلت الكتاب، نزلت وطيتني الكتاب، يمكن ما أؤمن، يعني هذا معاند، هذا مو منصف، هذا حاد عن الطريق وانحرف وماله. فأنت يا عبد الله مقر بأنك تعاند حجة الله عليك، فلا دواء لك. معاند، يقول النبي عيسى على نبينا وعلي عليه السلام أنه عجزت الأكمه والأغرص، وعجزت عن معالجة الأحمق. الأحمق ما أقدر أعالجه، بس الأكمه الأغرص أحيي الموتى بإذن الله، بس الأحمق ما أقدر أعالجه. الأحمق أحمق، هذا المعاند معاند، بعد شنو علاجه؟ ما العلاج. فلا دواء لك إلا تأديبه لك، يعني تأديب الله لك. أنت معاند بعد، لازم الله يأدبك. على كيف يؤدبك الله؟ على يد أوليائه من البشر أو ملائكته الزبانية، أما في الدنيا بحد السيف الحروب أو ملائكته الزبانية. وقد أنزل علي حكمة بالغة جامعة لبطلان كل ما اقترحته. فقال عز وجل في كلمة واحدة كل اقتراحاتك تبطل. شنو الكلمة الحكمة الجامعة البالغة؟ قل يا محمد. ما الذي يقوله رسول الله؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا بشر، شنو اللي تتوقع منه؟ وأنا رسول، الرسول ما يقترح على المرسل، المرسل يعطي للرسول الحجة البالغة وانتهى القضية، كما سبق تفصيله في بحوث سابقة. ما أبعد ربي عن أن يفعل الأشياء على ما يقترحه الجهال. أبعد شيء يكون الله عن اقتراحات الجهال، لأن الله إنما أمره بالمصالح والمفاسد،
وحسب الحكمة. الجاهل ما يفهم الحكمة ولا يفهم المصالح والمفاسد، ويتكلم متناقضات، وكل واحد يقترح اقتراح. فإذن الله ما ينفذ اقتراحاتكم مما يجوز ومما لا يجوز، يعني اقتراحاتهم قد تكون ممكنة قد تكون ممتنعة، مثل ما ذاك قال، قال الله يجعل الكرة الأرضية الأرض في بيضة، أن لا يكبر البيضة ولا يصغر الأرض، وهذا يعني اجتماع النقيضين محال. قال له الإمام ما اقترحت لا يكون، والله عز وجل لا يوصف بالعاجز. الله مو عاجز، بس هذا اللي منت تقول من اجتماع النقيضين هذا محال ما يكون. وهل كنت إلا بشرا رسولا لا يلزمني إلا أقامة حجة الله التي أعطاني الحجة، أنا أجيب الحجة، وليس لي أن آمر على ربي ولا أنهى ولا أشير فأكون كالرسول الذي بعثه ملك إلى قوم من مخالفيه، لهذا تفصيل مضى بعد، فرجع إليه يأمره أن يفعل بهم ما اقترحوه عليه. هذا الرسول يرجع ويضغط على الملك أنه تعال نفذ اللي قالوا لذاك القوم المخالف اللي اقترحوا، شنو هذا الكلام؟ فقال أبو جهل، هنا أبو جهل قال خلاص انقطعت حجته، بعد ما يقدرون يناقشون مع رسول الله، لأنه أقوى حججهم ظهرت خواء في خواء، ظهر بطلانها. فإذا شنو يقول؟ يقول يلا تصدق أنزل علينا العذاب. فقال أبو جهل قال النار ولا العار، خليه ينزل علينا العذاب وننتهي. فقال أبو جهل يا محمد ها هنا واحدة، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ها هنا واحدة، يعني بقيت ملاحظة واحدة، بقي أمر واحد، سؤال واحد، شنو؟ ها هنا واحدة، ألست زعمت أن قوم موسى احترقوا بالصاعقة لما سألوه أن يريهم الله جهرة؟ قال بلى، احترقوا بالصاعقة. قال فلو كنت نبيا نحن لاحترقنا نحن أيضا، فقد سألنا أشد مما سأل قوم موسى. ليش أشد؟ هم قالوا أرنا الله جهرة، إحنا قلنا الله والملائكة ينزلون نقابلهم نشوفهم يأيدون أنك رسول، ذلك قالوا لحظة نشوف الله وإحنا نطلب قائمة مطولة من الطلبات. فقد سألنا أشد مما سأل قوم موسى، لأنهم كما زعمت قالوا أرنا الله جهرة، ونحن نقول لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا نعاينهم نشوفهم ويتكلمون معنا ويقنعون على هذا الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة رحمة الله المشركون الفساق يستغلون الرحمة الإلهية، الله حقيقة رحمته بالنسبة للكافرين بالنسبة للمؤمنين غريب غريب، وصبر الله غريب. فالنبي ينقل قضية النبي إبراهيم، يقول النبي إبراهيم الله رفعه إلى السماء، طبعا دون السماء، دون السماء بدرجة بدرجتين، يعني رفعه فوق، فبعدين مد في بصره فقام يطالع الشوارع وبيوت الناس، وإذا برجل وامرأة يرتكبان الفاحشة فدعا عليهما. معقولة في مملكة الله واحد يعصي رب العالمين؟ ومعقول، فدعا عليهما فهلكا. ثم رأى اثنين آخرين يرتكبان الفاحشة دعا عليهما فهلكا، ثم رأى اثنين آخرين صاروا ستة دعا، ثم رأى اثنين آخرين أهم بالدعاء، الله قال له شنو يعني التتريب؟ كل البشر تموتهم؟ أكو بشر ما يعصي؟ بس الله ينتظر يصبر يمهل، فأنا ما جاي حتى أهلككم، وإنما أتيت لأنصحكم لأرشدكم لأبلغ لكم رسالة الله، فمن قبل فلنفسه ومن عصى فعلى نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا جهل أما علمت قصة إبراهيم الخليل لما رفع في الملكوت، وذلك قول ربي وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يعني يرى كفر قومه ويزداد إيمانا بالله يوقن بالله زيادة. قوى الله بصره لما رفعه دون السماء حتى أبصر الأرض ومن عليها ظاهرين ومستترين،
يعني اللي كانوا في الشوارع وفي الساحات واللي في البيوت وفي الغرف وفي السراديب مثلا. فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فدعا عليهما بالهلاك فهلكا، ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاك فهلكا، ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاك فهلكا، ثم رأى آخرين فهم بالدعاء عليهما، فأوحى الله إليه يا إبراهيم، الله قال له يا إبراهيم اكفف دعوتك عن عبادي وإمائي. ده يعصي الله والله يقول هذول عبادي وإمائي ونظرة رحمته تشملهم، فكيف بمن يريد الارتباط بالله عز وجل؟ فكيف من إذا عصى الله عز وجل تاب واستغفر ورجع وندم على ما صدر منه؟ قطعا هنا الرحمة الإلهية تشمله. فإني أنا الغفور الرحيم، الغفور هنا بمعنى اسم الفاعل، أنا يعني أغفر الذنوب، أنا ساتر، الغافر الساتر، الرحيم، الرحيم ذكرنا ذو رحمة خاصة بالمؤمنين يعني بالخصوص، الرحيم صفة مشبهة تدل على الدوام، الجبار الحليم، الله ماذا يقول أنا رحيم بهذين الكافرين مثلا، وإنما رحيم كصفة إلهية، الجبار الحليم، لا يضرني ذنوب عبادي كما لا تنفعني طاعتهم، ولست أسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك، يعني لا أتدبر أمورهم، لا أتولى أمورهم مثل ما أنت تريد تتولى وتتدبر أمورهم، لا أنا لي طريقتي في الحكم، بشفاء الغيظ، الغيظ يعني شعور بالغضب الشديد، فأنا الآن عندي فت غضب شديد، إساءة ألحقها شخص بي فأنا في حالة غضب، ففي هذه الحالة أريد أشفي، كأنما هذا الغضب شوية هذه الفورة تهدأ. طبعا الله عز وجل ما عنده غضب، يعني غضب بمعنى انفعال نفساني، لأنه الله عز وجل مو محل الحوادث والانفعالات، وإنما غضبه يعني عذابه، رحمته يعني خيره ولطفه بالنسبة إلى هذا العبد. لا يضرني ذنوب عبادي كما لا تنفعني، ولست أسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك، فكفف دعوتك عن عبادي وإمائي، فإنما أنت عبد نذير لا شريك في الملك، أنت مو شريك معي حتى تريد تتقرر، ولا مهيمن علي ولا عبادي، أنت مو مهيمن علي، يعني مو مهيمن علي ولا مهيمن على عبادي، أو أنت مو مهيمن علي ولا عبادي مهيمنون علي، مثلا ليقترحون أو لينفذون رغباتهم، وعبادي معي بين خلال ثلاث. بس أخذنا الوقت، إن شاء الله نكمل في الليلة المقبلة. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.